السلام عليكم زول تكليتي اثنين الذي تنقمت من عمر الوسيم من مواليد 1999 جامعة ايت بوفول اقليم قلميم بديغ تزوري من مزينو من 2017 واش كيهد استقر راه قادير كيهتين ارق راه الموسيقى يعني السولفيج المقامات من بعد اش كينذكر ميدن شجعانيه دار تنتشكر اول اغنيه داري قالت تيري سلون وان ستيري تفكين الصدى اكوتني الاقبال من بعد اريا قرنت مسمونين الجمعيات هاديس سنتشارك من بعد داري داري توكت انت فيني يا ضنين زوند ازتيتي ويت الاخبار العيدايات اكادير أه حبيب الفيسبوك داري شارك هي المسابقه اللي في الكونفدرالية انت منت نفوس او قادير ربح قيسيه الجائزه الثانيه الاغنيه الامازيغيه من بعد شارك حتكت المهرجانات مثلا مهرجان الورد غورزازات يلا انزريه الفيستيفال دار كارح ميدن بوزاكارن المهرجان اللي كان سواسا مهرجان ديال اركان شوف غين اكدود اي دار يعني فرح نسيح شجعنا حدا تشكر مدير الفني المهرجان تشكر كولو تام مونتان ميدن اللي حدي ما شارك حل حل القناه الامازيغيه البرنامج اللي كان يويز يوي يويز انتي ستامت بزاف ميدنان دارت شكار حادور نتو الاساتذه الاساتذه انا زور رشيد اسلال الاستاذ لي دائما يشجعني دارت شكار بزاف فرستيني حتى نميرت نكبهره دارت شكار انا زور احمد امينو استاذنا حتى انت اللي دائما يكان توكاس باش انك ميو سوير بهره يفولكين دارت شكار انا زور حميدين رزاف حتى انت لي شجعان هاد شارك حي العدد اللي راديو ده الجانب دا التمثيل أه شارك حياة السلسلة اللي كان سوا سلسلة لبنان غماصي أه أه ليا ستوديو ارتشكار انا زور رشيد اسلال اللي شجعان خدم حياه العدد الافلام اب ارتيست مثلا حكاية زمان ريح القناه الامازيغيه الله يتصور يا رمضان رمضان الزرين ان شاء الله غنسو جديد جديديه الاغنيه ان شاء الله ليغ مفاجاه الجمهور نتمنى تسم باره باهرة الشرك هي العدد البرامج الاذاعيه ان شاء الله لن نتامين ان شاء الله العدد اللي برامج العدد اللي فيستيفال. ان شاء الله اللي دي كان قدام اللي <سؤال> ريسوس ما ان شاء الله دارت منا حقوق دوت نحت كلشي للمغاربه التعاون الفنانه امازيغ بصفه عامه الفنانه كلشي اللي سنتعاون اشكو ما انازور انا زور ايجات وجدود غوري اللي انا زور غوري اللي شجعان حيت غيلاد تشقى بزاف الوقت بالنسبه لحرت حرت حرت تسجلت العمل تقات تخسر تحل جيبنك من بزاف د المصاريف غير تخسر تخسرت وراك ورات تي تكون لي رار درت منها الجمهور نحا تشجع الفنانه بزاف وزاره الثقافه تشجع الشباب باش ديما الصحه الطغامه دور تخو اشكو يا العاده دي فتان دارت دار التشكار أه أه سي مبكر هم زوارو التشكار سي محمد التشكار فانت كاتر التشكار أه سي ابراهيم الشبكه المغربيه أه حقوق الانسان دارت التشكار كلو اكدوز اللي حد ما يتشجعانين دار التشكار سي فيصل حتى نتا اللي دي تبدادنا حساسين أكون يحفظ ربي تنميرة النون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معكم استاذ ابراهيم الشبكه المغربيه لحقوق الانسان نشكر هنا بانتكات اللي حاضره معنا اليوم استاذ بوبكر بكر اللي أه هو استاذ كبير الحمد لله في هنا وكان وكنشكرو سي محمد هنا بانتكات كنشكروه بزاف بزاف وكنشكر الفنان ديالنا عمر اللي حاضر معنا اليوم في مدينه اكادير ونشكر استاذ فيصل اللي مع سي عمر وحنا كنتمناو الفنانه ديالنا في المغرب في كل مكان جميع فنانة اللي كنشوفوا الشباب ديالنا فنانه مثلا و... وكاين الممثلين ديالنا مثلا الشباب ما كاينش اللي يدعمهم ما كاينش اللي يهضر عليهم يعني كيسدوا عليهم ابواب يعني كاين الجمعيه ديالهم في مدينه اكادير خاصه الفنان الصغير هذا يتوجد للفنان كبير يدور الليد في الليد يشوفوا مثلا الفنان كبير يشوفوا هذاك الصغير يتعاونوا معهم يديروا واحد المعاونه مزيانه وكان كنشوفوا الوزارة الثقافة وكنشوفوا الوزارة الشباب يدعموا هذه الفنانة اللي كنشوفوا هنا في المغرب ديالنا كيضيعوا ما خصوش يضيعوا, يضيعوا. كنشوفوا واحد الفنان دابا ملي كيموت واحد الفنان الكبير شكون اللي غيوري لهذاك الفنان الصغير اش كيدير خصو نتمنوا من الوزارات الفنانة وكنتمنوا الوزارة الثقافة يشوفوا هاد الفنانه الشباب ديالنا يشوفوا مثلا الشباب ديالنا اللي هما فنانه صغار خصو يعاونوهم خصو يدعموهم هاد الوزاره هادو ما معنى هاد الحكومه هذا ديال السي عزيزه خنوج يخرجوا هاد الوزاره مثلا نتمناو شوفوا الوزير الثقافه ولا الوزير الشباب والرياضه يتحملوا مسؤوليات تحملوا المسؤوليه ديالهم على الفنانه الله يجزيكم بخير وكنتمنوا لكم التوفيق وواحد العدد ديال الفنانه ديالنا الكبار الحمد لله اللي كاينين في مدينه اكادير لاكازا جديدة يعني مناطق اللي هما كين جميع الفنانين نتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا لهم الدعم ديال هاد الناس هادو الله يجزيهم بخير ديال هاد الوزاره كنتمنوا للفنانة الصغار بحال الفنانه ديالنا سي عمر اللي حضر معنا اليوم في مدينه اكادير وعدد من الشباب اللي قالوا لنا راه غادي ندوزو مثلا في الصحافه ولا بعدد من القناه نتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا لهم يدعموهم ونتمنوا للصحافه ديالنا تا هما كنشكرهم في هاد الله يجزيهم بخير ونتمنوا يعاونوا هذه الفنانه وكنتمنوا ليهم التوفيق وكنتمنوا ليهم السعاده واستاذ ابراهيم في الشبكه المغربيه لحقوق الانسان يعني ديما حاضر وكنشكروا جميع الاخوان اللي حاضرين معنا في مدينه اكادير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ما تنساوش تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة ديرو شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي